السؤال، هل التفسير الرمزي للكتاب المقدس يساعد على جعل مادة الدين مادة للخيال وليس حقيقة ثابتة؟ ولهذا ينبغي أن نأخذ بالتفسير الحرفي ونتجنب الخيال والوهم والرمز إلى آخره. هما مدرستين اتعرفوا في علم التفسير، مدرسة التفسير الحرفي ومدرسة التفسير الرمزي. مدرسة التفسير الرمزي من أشهر الذين ساروا فيها القديس أغسطينوس والقديس ديديموس الطرير والعلامة أوريجانوس. ومدرسة التفسير الحرفي أشهر من صار فيها القديس باسيليوس الكبير. ولكل مدرسة ميزتها، لكن ليس التفسير الرمزي نوع من الخيال، مش للدرجات دي لا، لأن في أشياء كثيرة لا يمكن أن تفهم إلا بالرموز. يعني سفر الرؤية ما تقدرش تفهمه إلا بالرموز، سفر نشيد الأناشيد ما تقدرش تفهمه إلا بالرموز، الذبائح والمحرقات ما تقدرش تفهم دلالتها إلا بالرموز. وحتى الكتاب ورانا كده، يعني ذبيحة الفصح موجودة في خروج الساعه 12، نجد في كورنثوس الأولى 5-7 يقول لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن جاب الرمز الخمير والفطير ما تقدرش تفهمه إلا بالرمز. في حاجات كثيرة عن الأرقام، الأرقام كيف تفهمها إلا بالرموز. أنا إن شاء الله هطلع لكم كتاب هو حاليا موجود في المطبعة عن مصطلحات الكتاب المقدس والرموز التي فيه، تبقى تقراه يفيدك في الموضوع ده شوي. كمان في اشخاص كانوا رمزا للمسيح زي اسحاق، وغيره. فالغلطة اللي ممكن تنتقد المبالغة في الرموز. يعني الرموز زي ما قال أوريجانوس مرة ان زي اللؤلؤة تشيل الغلاف بتاعها الصدفة الخارجية وتاخد اللؤلؤة اللي جوه، فظاهر الألفاظ زي الصدفة الخارجية والمعنى الداخلي هو المهم، لكن مش كل حاجة تمشي بطريقة الرمز. أوريجانوس بادر في مسألة الرموز وأخطأ، لكن في بعض رموز كويسة وجميلة وليها معناها العميق.